حقكم عليا، معلش معلش. سايبه سايبه، انا بقول له الحق نفسك بدري 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 بدري. خالد بيبو غلبان، سامي قمصان غلبان، الحق نفسك يا امام يا عاشور بدري بدري. جماهير الاهلي رصيدك عندنا، ومحدش يزعل مني، مش ان انا اطلع على السور الحديد عندي غزاله غزاله ويغني او بعد ما غنينا في الملعب وحش، مش مش هيسلموا عليك، مش هيطبطبوا عليك جماهير الاهلي. اطلع وارقص وغني واحفظ لك اغنيتين من بتوع الالتراس حلو حلو جميل، بس وانت كسبان وانت متوج وانت بطل على الفاضيه والمليانه وسوشيال ميديا وانستجرام وفيديوهات وخيابه. ما طبيعي طبيعي ان امام عاشور ينزل الماتش ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله، مش موجود مش موجود. مين يعاقب؟ مين يقول ستوب؟ بنقدم الرساله للنادي الاهلي وما عندنا. خدوا بالكم انا لا عندي خطوط حمراء ولا عندي ياما ارحميني ولا راسي على بطحه، فكله بالاسم. تعال لي اخدك في نقطه تانية، معلش معلش، نقح عليا والله، نقح عليا ومش لاقي لها سبب. هو محمد الشناوي ماسك كمبيالات على حد؟ يعني محمد الشناوي ماسك كمبيالات على حد؟ يعني انا لما اقول الظلم ما يرضيش ربنا وان شوبير احق، اتفاجئ. الشناوي اللي قدم قدم كتير للاهلي، ايه يعني؟ معلش، رحمه ونور صدقه، جمعيه رساله مثلا، وكان بيجي يقول للاهلي تعال انا صديت لك ضرب الجزاء. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جماعه، هو احنا ايه الخيابه في التبرير والتفسير ده؟ عندي حارس مستواه هبط، جه حارس شاب لعب اجاد جاب لك دوري ابطال افريقيا، هو اللي جابه لك ده مصطفى شوبير ده، والله 50-60% من دوري ابطال افريقيا ما اهتزتش شباكه بكره معديه كده. انقاذات انقاذات، مع احترامي مع احترامي، ما حدش يزعل مني، عشان هو ما يعرفش يصد نصها، ودي سنه الحياه يا جماعه، دي سنه الحياه. يبقى نرجع بقى مصطفى كامل منصور رحمة الله عليه، وبعد كده نرجع مروان كنفاني، ونخلي ناجي يقف وحارس مرمى، وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، وكابتن إكرامي، وكابتن شوبير، والحضري، وأمير عبد الحميد، وشريف إكرامي، وهنقعد نعد بقى. إيه يا جماعة؟ ما هي لو دامت لك ما كان، ولا لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت إليك. الشناوي راجل 35 سنة 36 سنة، لعب مصطفى شوبير أجاد، العدل حلو. جيت أقف يا مصطفى، كل ماتش يقف فيه مصطفى، الشناوي يقول لك هيقف، أنا ما أقعدش دكة. ولا مباراة رضي الشناوي يقعد دكة ومصطفى شوبير واقف، ولا ماتش ولا ماتش. أتحدى والله أبطل إعلام. شوف كل القايمة من بتاعة النادي الأهلي في كل مبارياته منذ عودة محمد الشناوي اللي مصطفى شوبير أساسي فيها، الشناوي ببيتهم يقول لك ما اقعدش أنا أقعد إيه، لكن أجي قدام الكاميرات أحضن. ماسك كمبيالات على مين؟ فين العدل؟ يعني فين العدل؟ ده الكورة ناصر منسي عاملها له كده كده في مكانه، مكان ما هو واقف، والله ما قدر ينزل لها. والله انا نفسي اسال سؤال، يعني انا علاقتي بالشناوي تمتد من ايام بتروجيت، ايام بتروجيت. سؤال، هو ليه لما بتنزل ده ما بيتفرق، ده ما بيتفردش، ما يروحش كده ليه؟ يعني انت حالف على مصحف ان دراعك ما يتفردش على كره؟ انفراد بينزل لي على نص ركبه، ماشي يا عم انزل واملى الجون زي ما كنا بنشوف في تدريبات الحراس، يقول لك اطلع وانت 2 متر افرد نفسك سد الجون. لا ما بنزلش، بسد كده، تتعمل له كده، تعمل له كده جون، ماشي. محدش واخد باله من انخفاض المستوى لسوء المستوى، ماشي. ماتش زي ده نصر ماهر عاملها لك كده 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 جنب رجلك، نصر منسي نفخ فيها، قام نازل والدراع ده الكتف ملزوق هنا طب ما تفرد دراعك، انزل رد الفعل. فواحد يقول لي يا شريف كبر، ما هو ده اللي بنقوله بقى،
سنة الحياة، يقف مصطفى شوبير والشناوي يموت نفسه في التدريبات لغاية ما يرجع محمد الشناوي. ما بنقولش خلص على حد على حد، بس بنقول العدل أساس الملك. الظلم واللي حصل، الشناوي ليه كان موقف كده